بالنسبة للأفلام اللي يعديو فيهم هذوما، بالنسبة لوليداتنا احنا الصغار يعني نجي نشوفهم، انا نشوف فيهم تو صغار تلقاهم مش مهوني او مش في خشمه او مش معمم في ودنه او مش في ديه، ما نعرفش هل ترى لولادنا هذوما باش يتبعوا جرتهم ولا هذايا زعما المسلسلات هذه اللي يعملوا فيها يوعيوا بها وليداتنا. ثم برشا تجاوز معناها، حتى معناها في كرمضان معناها فما حاجات ما تعداش في رمضان، فما حاجات لا اخلاقيه باش تعدى واحد تفرج فيها العائله مع بعضها، ما تجيش حتى طفله معناها بحذا بوها تفرج في برشا معناها لقطات مش باهيه. بون انا حسب الراي اللي كنا نجم يكون بعد ما يكون على الواقع نتاعنا كتونسي، بون هذيك هي معناها ما تحسوا يحب يجيب حاجه مود دي مود في اخرين باش يتفرضوا علينا بسيف. ما نحسش انا كتونسي نلقى روحي في المسلسلات تفرج فيهم جمله معناها. مسلسلات تونسيه فضيحه، ما تمثلش تونس، ما تمثلش تونس، تونس ماهيش في مسلسلات نشوفها. بون ثم صحيح منها يعني شويه يمكن في مسلسل الريسك فيه شويه صحيح، اما البقيه كيما بار اكزومبل اولاد مفيده ما نشوفش فيه المجتمع التونسي. اي سورتو حكايات تونسيه ما نشوفوش، مش هذاك المجتمع التونسي تاعنا، يعني مش هذيك المراه التونسيه. بالنسبه للنساء ياسر كثروا لها هكا في الكلام الخايب عليها، ماهيش هكاكا، مش نساء كلها هكاكا معناتها، اللي هذه مرأة تخدم درشنية، المرأة درشنية، المرأة درشنية، علاش هذا الكل؟ فما زاد نساء باهيين، فما نساء عاقلين، فما نساء متربين، مش المرأة التونسية زاد هكاك كلها هكاك خايبة وسمعتها خايبة وكل شيء خايب فيها. المسلسلات نتاعنا التونسة ما تعبرش على الواقع نتاعنا، خاطر فيها برشا حكايات معناها تنجم تكون من الخيال، فهمتني؟ كيما مسلسل المفيد، كيفاش طفلة لبست عليها توصل تتضرب في طفل الزوالي، فهمتني؟ حكايات معناها تجي تقول من الخيال، هذا مش مجتمع نتاعنا، مش من عادتنا نتاعنا. اون جينيرال تلقى ممكن مسلسل على اربعه، شو في الحاره تاع اغلبيه الشعب، والباقي الاخرين يوسفوا في صحيح فيك موجودين في الحاره التونسيه في البلاد التونسيه، مين تاع 10% يعني من الشعب الكل، فهمت؟ مثلا ناخذوا كا تاع مسلسل حكايه تونسيه، هو صحيح مسلسل عمل بيوسف وشا برشا عباد، لو كنت تسالها برشا عباد يعني هنا تسالهم يقول لك المسلسل هذا حكيته فارغه وتافه، هو صحيح يوسف دي يعني كنا احنا بروبليم معروفه موجوده في الدنيا عرفوا برشا عباد تعرف وجود في بيدها قبلها قبل يجيبوا المسلسل يعني جابوها في برنامج وسالوا عليها العباد وحكوا عليها على مشكله الدعاره وكذا وكذا، مي برشا عباد يقول لك يعني حكيه فارغه فهمني. بالنسبه للاعلام التونسي انا نشوفه هو يعكس الواقع المجتمع، هو بمثابه المراه تاع المجتمع، هذيك حقيقة المجتمع، هذا كان مش هو يختزلها في مجرد مسلسل كيما كان. ما شفت معناها زوز ولا ثلاثة يحكيوا على طبقة قليل موجودة في المجتمع التونسي اللي هي كالأثرياء على الأخر، واللي يشوفون في الديار وكيفاش ياكلوا وكيفاش يلبسوا، سورتو كيفاش يلبسوا وكيفاش يتعاملوا معناها مع الآخرين. دونك المسلسلات تحسهم معناها يحكيوا على عالم آخر مش على عالمنا احنا. مش نتاعنا نتاع رمضان، شنو معناتها يشربوا مخدرات وكبارات وراليله وريقه، معناتها بصراحه الكل خارج حتى المجتمع، واحد ما عادش ينجم يوصل يتفرج حتى مع عائلته وكل شيء، الناس كلها انتقدوها حسرا، معناتها البرامج كانت قبل كانت تعدى خير برشا ومثقفه ويعني وفكاهه فيها وتفرج خير. ما توا البريزونتاسيون تاع المسلسلات التونسيه هي قاعدين يمثلوا في كاتيجوري معينه نتاع بنات، الكاتيجوري هذيك ماهيش عامه، ماهيش بنات تونس كل هكيكا، هي كاتيجوري معينه، اما هي تمثل الواقع نتاع تونس يعني. تفرجت كان في السيري نتاع بوليس وهي عجبتني كا، والاخرين كلهم ما عجبونيش معناتها، بطبيعتي ما نتفرجش فيهم من. نخرج معناتها بعد شغل فتره، هذيك تجي ديريكت مون بعد شغل فتره نتفرج فيها تو. ما انت شنو اللي يخليك ما تحبهمش الاخرين؟ ما انت شنو؟ ماهوش ماهوش فهم ما ادري شنو هي مشاكل حكايات، ماهيش التيب اللي نتفرج فيه انا، ما نحبش نحبها. انا بيرسونال ما عجبني حتى مسلسل. معليش. علاه خاطر استعراض نتاع بنات نتاع توانسه او دبي او اللبسه او عيب، وفي رمضان ما يجيش في رمضان ما يجيش حاجه باللي استوار فيها باللي قصه فيها حاجه، شنو شغلك ما ذماش حل سرور تلقى خيط، ما ذم حتى شيء.